ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. مشاهدينا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجنا الأسبوعي المرحمة الذي سنتناول فيه موضوع أهمية أذكار اليومية. ويطيب لي أن أرحب في مطلع هذا اللقاء بصاحب الفضيلة الشيخ المهدي الزياني للتعليق حول هذا الموضوع. أولى محاور هذا اللقاء نستهلها بهذه اللوحة الدعوية. قال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. حياك الله شيخ مهدي، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد والمتجدد معكم شيخنا الكريم. ونبدأ سلمكم الله موضوع هذا اليوم، موضوع الأذكار والأوراد اليومية. بداية شيخنا، لو ذكرتم لنا سلمكم الله وبارك فيكم حول فضل الذكر وحول فضل الأوراد اليومية وأهميتها في حياة المرء. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئاً ذي بدء أحييك بتحية الإسلام وكذا مشاهديك الأكارم، فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أما ما يتعلق بذكر الله عز وجل وفضله ومدح الذاكرين لله سبحانه وتعالى، فأقول ديباجة لحديثي ومقدمة لكلامي أن الله عز وجل أنعم على الإنسان بنعم كثيرة، وإن من هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها على بني آدم نعمة اللسان والبيان، فبها يعبر الإنسان عن كل ما يريد، وأن هذه النعمة تميز بها الإنسان عن سائر المخلوقات، فقال جل من قائل ممتنا على الإنسان بهذه النعمة، فقال: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، وقال سبحانه وتعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فهذه النعمة تميز بها الإنسان عن سائر العجموات، فبها يعبر الإنسان عن مكنونات الجنان ويخبر عن مستودعات الضمير. والكلمة في حقيقتها خفيفة على اللسان سهلة الجريان، والله جل وعلا يكتب للعبد كل شيء يتكلم به، إن كان خيرا فخيرا وإن كان شرا فشرا. يقول جل من قائل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولهذا أيها المشاهد الكريم، الله جل وعلا أمر المؤمن والمسلم والمسلمة
بأن يكون كلامه مستقيما لا اعوجاج فيه ولا انحراف. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه النعمة، وهي نعمة اللسان ونعمة البيان، تحتاج إلى شكر، وشكرها أن يسخرها الإنسان في الذكر والشكر لله سبحانه وتعالى. لهذا يقول ربنا جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فينبغي عليك أيها المسلم ويا أيتها المسلمة أن تشغلوا أوقاتكما بذكر الله سبحانه وتعالى. فأفضل الأوقات وأجل الأوقات وأحسن الأوقات أن تصرف في ذكر الله سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بفضل الذكر، فقد ورد في كتاب الله عز وجل آيات عديدة، وكذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في فضل الذكر. ولو أننا وقفنا عندها متأملين لعلمنا مكانة ذكر الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله: فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول الله جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولا شك أن هذا الفضل وهذا العطاء وهذه المنة من الله عز وجل يرجوها كل مسلم وكل مسلمة، أن يغفر الله عز وجل لك ذنبك. ولهذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأعصال ولا تكن من الغافلين. إن لم تكن من الذاكرين كنت من الغافلين. فالإنسان بين أمرين: إما أن يكون ذاكرا لله عز وجل، وإما أن يكون غافلا. ولا شك أن الذكر هو سبيل المؤمنين، هو سبيل المتقين، هو سبيل الصالحين، بل هو سبيل الأنبياء والمرسلين. وأما الغافلون اللاهون اللاعبون الذين لا يذكرون الله إلا قليلا إن ذكروه، فهذه الصفة هي صفات أهل النفاق. فإياك يا عبد الله وإياك يا أمة الله أن تتصفوا بصفات أهل النفاق. وقد جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تحث المسلم والمسلمة على الذكر. فقال صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وهذا مثال نبوي محمدي. مثل الرجل أو المرأة الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. هل يستوون
في عقول أصحاب العقول السليمة الصحيحة لا يستوون، لا يستوي الأحياء ولا الأموات، بل لا يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور. فكذلك لا يستوي الذي يذكر ربه سبحانه وتعالى ولا يزال لسانه رطبا بذكر الله جل وعلا، وبين ذلك الغافل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وجاء أيضا عند الترمذي وابن ماجة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟ استمع أيها المسلم ويا أيتها المسلمة، ألا أنبئكم، ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم أي عند ربكم وأرفعها في درجاتكم؟ هذه ثلاثة مراتب: خير أو خير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها عند ربكم سبحانه. وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله، والله لا يحتاج منا جهدا ولا عناء ولا مشقة، وأنت في سيارتك، وأنت جالس في مكتبك، وأنت في بيتك، تستطيع أن تذكر الله عز وجل. اذكر الله عز وجل، سبحه وحمده وهلله سبحانه وتعالى. بل قال أحد السلف رحمه الله: كل طاعة لله عز وجل فهي من ذكر الله سبحانه وتعالى، كل طاعة لله عز وجل فهي من ذكر الله سبحانه وتعالى. فاحرص على هذا الذكر، واحرص على هذا الخير. وقد جاء أيضا عند البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. بالله يا عبد الله، تأمل، إن ذكرت الله خاليا في نفسك ذكرك الله عز وجل في نفسه، وإن ذكرت الله في ملأ ذكرك الله في ملأ خير من ملأك. فأنت في كلتا الحالتين صاحب فضل وعطاء ومنة من الله سبحانه وتعالى. لكن العجب، كل العجب، أن ترى بعض الناس يتخاذلون عن ذكر الله عز وجل. وهذا نسأل الله السلامة والعافية. وقد جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما جاء في الترمذي وابن ماجة أيضا أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، كثرت علي شرائع الإسلام، فأخبرني بشيء أتشبث به. وهذا سؤال واضح لكل مستمع: يا رسول الله، كثرت علي شرائع الإسلام، لكن دلني على شيء أتشبث به، يعني شيء سهل أستطيع أن أتشبث به في الليل والنهار والصباح والمساء، عند قائما وقاعدا ومضطجعا أتشبث به.
قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ولهذا قال بعض العلماء: بع الدار واشتري الأذكار. وهذا لا شك أن هذه الكلمة حقيقة تكتب بماء الذهب. وما قالها أولئك العلماء إلا بمعرفتهم بمقدار ذكر الله عز وجل: بع الدار واشتري الأذكار. وإذا رأينا أن هناك كثيرا من العلماء حقيقة صنفوا في الأذكار، هناك كتب كثيرة ألفت في هذا الباب. على سبيل الاختصار، منها كتاب عمل اليوم والليلة للإمام النسائي، وكذلك الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، والوابل الصيب لتلميذه ابن القيم، وتحفة الذاكرين للإمام الشوكاني، وغيره من الكتب، وكذلك الأذكار للإمام النووي. كل هذه الكتب التي ألفت وصنفت في الأذكار حتى يعلم المسلم وتعلم المسلمة قيمة ذكر الله عز وجل. وكذلك من الفضائل أيضا التي جاءت في ذكر الله عز وجل ما جاء في الصحيحين أيضا أو عند مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن قعود نذكر الله عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أجلسكم؟ ما أقعدكم؟ قالوا: يا رسول الله، جلسنا نذكر الله. فقال: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ فقالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما استحلفتكم تهمة لكم، أي أتهمكم في هذا العمل، ولكنه أتاني جبريل فقال، فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة، يباهي بكم الملائكة. يعني أنت عندما تجلس في بيتك مع أبنائك ومع زوجتك تقرأ القرآن أو تذكر الله عز وجل، ها، أو يعني تعطيهم درسا أو موعظة، أو يعني تكلمهم على بعض الأحكام الشرعية، لأن كل ذلك من ذكر الله عز وجل. كل ذلك من ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله عز وجل فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. بالله، أي فضائل نعم نحتاجها مثل هذه الفضائل. نعم شيخنا الكريم، يعني ما تريده، ما تحتاجه من فضائل تجده في ذكر الله سبحانه وتعالى. ولكن حقيقة هناك ربما سؤال يطرح نفسه: هل الذكر يكون بالقلب واللسان، أو يكون باللسان فقط، أو بالقلب فقط؟ وهذه المسألة ذكرها أهل العلم فقالوا: الأفضل في الذكر أن يكون بالقلب واللسان، أفضله. فإن ذكر الله بقلبه هل يكتب من الذاكرين؟ هذه المسألة ذكرها الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، فقال عن القاضي عياض رحمه الله أنه قال: إذا ذكر الإنسان ربه بقلبه هل يكتب من الذاكرين، أو هل يكتب له أجر الذاكرين؟ فقال: قالت طائفة: يكتب له ذلك. والله عز وجل يعرف الملائكة بعلامات حتى يكتبون له الأجر، ومنهم من قال: لا يكتبونه،
لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. نعم. قال الإمام النووي: والصحيح أنهم يكتبونه، لكن الأفضل أن يذكر الإنسان ربه بقلبه وكذلك بلسانه. وحقيقة فضائل الذكر كثيرة ومتعددة، لكن ربما يعني نقف عندما ذكرناه آنفا. وإن كان هناك حديث أحب أن أذكره، تفضل شيخنا، وأن يتأمل المستمع والمشاهد الكريم في هذا الحديث النبوي. وكما قلت آنفا، والله يا عبد الله الذكر لا يحتاج منك عناء ولا جهدا ولا إرهاقا ولا إنفاقا أبدا. حرك لسانك واجعل قلبك يعني متواطئا مع ذلك اللسان وأنت مضطجع على سريرك. ثبت عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق أنها قالت: كنت أذكر الله عز وجل وأنا مضطجعة. نعم، بل أذكر الله عز وجل قائما وقاعدا وعلى جنب، لا بأس في ذلك. أذكر حديثا، وربما يكون هذا حديث أنهي به هذا المحور، أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان، مكان قريب من المدينة، أو إلى العقيق، فيأتي منه بناقتين كوماوين، أي محملة بخير كثير، في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك، كلنا نحب ذلك. فقال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آية من كتاب الله أو آيتين، وثلاثة خير له من ثلاث، أي من ثلاث نوق محملة مكومة، وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. يعني كلما جلست تقرأ في كتاب الله عز وجل آية خير لك من ناقة محملة تنفقها في سبيل الله، وآيتين خير من ناقتين، وثلاثة خير من ثلاث، فلا شك أن هذا فضل عظيم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وفي كل حرف عشر حسنات، والله يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى. فعليك أيها الأخ المسلم ويا أيتها الأخت الفاضلة أن تحرص على ذكر الله سبحانه وتعالى. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من جلس مجلسا لا يذكر الله عز وجل فيه إلا كان عليهم ترة وحسرة يوم القيامة. أي عندما تجلس ومع أصحابك ثم تتحدث في أمور الدنيا وتمازح وتضحك وتلعب ولا تذكر الله عز وجل، فهذا المجلس يوم القيامة سوف يكون عليك حسرة وندامة لأنك لم تذكر الله عز وجل فيه. فاحرص يا عبد الله على ذكر الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه أو في كل أحيانه، قائما وقاعدا ومضطجعا وخارجا وداخلا وراكبا وماشيا، هكذا كان صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يزال لسانك رطبا بذكر الله. نعم. سبحانه وتعالى. نعم. زاك الله خير شيخنا الكريم على هذا الشرح الوافي والكافي إن شاء الله. شيخنا، هنا سؤال قبل أن يعني نستأنف في بقية الأسئلة والمحاور. هذه الأذكار وهي على أنواعها كما ستأتي، عامة ومطلقة وأيضا يعني مخصصة مثلا في أوقات معينة وفي أوضاع معينة أيضا،
لكن السؤال هنا مصدر هذه الأذكار، هل يمكن للمسلم مثلا أن يؤلف ذكرا معينا بنفسه أم أنه فقط يلتزم بما ورد في الكتاب وفي صحيح السنة النبوية؟ حقيقة ما أجمل هذا السؤال وما أجل هذا السؤال، وهذا السؤال يحتاجه كثير من المسلمين في هذا الزمان. هل يشرع للإنسان المسلم أن يأتي بذكر معين يذكر الله سبحانه وتعالى به؟ فالجواب على ذلك أقول كل عبادة، وهذه قاعدة عند أهل العلم متفق عليها، كل عبادة يتقرب بها المسلم إلى ربه يجب أن تكون هذه العبادة توقيفية، وهذا ما يعبر عنه أهل العلم بقولهم والأصل في العبادات التوقف. ما معنى ذلك؟ التوقف أي التوقف على النص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يشرع للمسلم ولا للمسلمة أن يأتوا بذكر معين أو ورد معين، سواء كان في صفة معينة أو بعدد معين أو بصيغة معينة، إنما الأمر توقيفي. فلهذا يقول ربنا جل وعلا ممتنا على هذه الأمة المحمدية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الإمام مالك: ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، أي ما لم يكن في ذاك الزمان، زمان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، دينا يتعبدون به إلى الله عز وجل، فلن يكون اليوم دينا. لماذا؟ لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه، والمسلم عليه أن يذكر الله سبحانه وتعالى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ربه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعبد الناس لله وأتقى الناس لله وأبر الناس، وكذلك من أكثر الناس ذكرا وثناء ومدحا لربه سبحانه وتعالى. فلا يشرع للمسلم أن يأتي بذكر معين بصفة معينة أو بصيغة معينة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته الكرام الأبرار الأطهار أنهم ذكروا الله عز وجل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحديث واضح بين لكل ذي لب: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل إنسان يحدث أمرا عبادة أو ذكرا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا صحابة الكرام فهو مردود عليه. وجاء أيضا بلفظ آخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. فيجب عليك أيها المسلم إن أردت أن تذكر الله فعليك أن تذكره بنص من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن يأتي شخص ويأتينا بذكر ما بصيغة معينة كمن يذكرون الله عز وجل بلفظ الجلالة مفردا، الله 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 أو هو هو هو، فلا شك أن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تثني على الله عز وجل فالثناء لا يكون بمثل هذه الألفاظ، إنما الثناء
والمدح لله عز وجل يكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ربه سبحانه وتعالى. فأقول مبينا وموضحا لهذه المسألة لأنها مسألة حساسة وقد كثر فيها القيل والقال، فنقول وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان، هذا هو العلم. قال الله قال رسوله قال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا نص نبوي. إن أردت أن تكون من الذاكرين الله عز وجل والذاكرات فعليك أن تسلك نهج النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال بعض السلف والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قال من أدى الفرائض كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. بل بعضهم قال وهو أبو عمرو بن الصلاح عند هذه الآية، قال من حافظ على الأوراد اليومية النبوية، من حافظ على الأوراد اليومية النبوية كأذكار الصباح والمساء وأذكار النوم والاستيقاظ من النوم ودخول الخلاء والخروج منه ودخول البيت والخروج منه ودخول المسجد والخروج منه، أذكار نبوية كثيرة، من حافظ عليها كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نعم. فلا تتعداها يا عبد الله، حافظ على هذا وحسبك. نعم. لا تزد على ذلك حتى لا تقع في الإحداث وتقع في الابتداع فتريد خيرا لكنك قد اقترفت إثما. نعم. وشرا، وعليك بغرز صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة الأعلام كالإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة الأعلام رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. جزاك الله خير شيخنا الكريم وبارك الله فيكم وفي علمكم، وننتقل معا للمحور الثاني الذي نستهله بهذه اللوحة الدعوية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. حياكم الله مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من هذا اللقاء الذي نستضيف فيه صاحب الفضيلة الشيخ مهدي الزياني. شيخنا الكريم، أشرتم إلى أن الأذكار يعني منها ما هو عام ومطلق وأيضا إلى أذكار مخصوصة، موضوع أذكار النوم وأذكار الخروج من المنزل والدخول إليه وأيضا أذكار الصباح والمساء. الحقيقة هذا الباب يعني باب واسع، وباب يعني الذكر باب يعني من الأبواب التي تستحق يعني أكثر من لقاء حتى نفصل في جميع هذه الأبواب، ولعل لو كان في العمر بقية أن نأتي عليها جميعا. لكن اليوم سنتكلم عن أذكار الصباح والمساء. بداية شيخنا الكريم، هذه الأذكار التي يعني موجودة الآن في كتيبات وأيضا في يعني وريقات أيضا توزع، وبعض الكتب التي أشرتم إليها في سؤال سابق، أسأل عن الوقت الملائم لقراءة أذكار الصباح وأذكار المساء. أي الوقت، متى يبدأ مثلا وقت ذكر أذكار الصباح ومتى ينتهي، وأيضا أذكار المساء متى تبدأ ومتى تنتهي؟ بالنسبة لما يتعلق بأذكار الصباح والمساء فلا شك أن هذه الأذكار مقيدة وليست مطلقة، أي تقال في الصباح وتقال في المساء، كما أسلفنا أن الأذكار على نوعين اثنين، ذكر مقيد وذكر مطلق. والفرق بينهما أن الذكر المقيد يقال في أوقات مخصوصة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما الأذكار المطلقة فتقال في أي وقت وفي كل حين.
أما فيما يتعلق بأذكار الصباح والمساء، متى تقال أذكار الصباح والمساء؟ أذكار الصباح تقال بعد صلاة الصبح وقبل شروق الشمس، وأذكار المساء تقال بعد العصر وقبل غروب الشمس. لكن بعض أهل العلم قال: من نام عنها أو عرض له عارض فلم يستطع أن يأتي بهذه الأذكار في أوقاتها، فلا بأس أن يقول أو أن يذكر الله عز وجل بأذكار الصباح بعد الشروق وأذكار المساء بعد الغروب، وفي الأمر سعة بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن عليك أن تحافظ على هذه الأذكار وأن تحرص عليها. وحقيقة مما يؤلمنا ويؤسفنا أن هذه الأذكار، أذكار الصباح والمساء، أصبح كثير من الناس يغفل عنها، لا أقول من عامتهم بل حتى من خواصهم، أي من خواص طلبة العلم تراه مفرطا ومقصرا في أذكار الصباح والمساء. ولا شك يا عبد الله أن أذكار الصباح والمساء هي عون لك وإعانة لك. الذي يحافظ على أذكار الصباح والمساء في أوقاتها ولا يغفل عنها فإنه بفضل الله عز وجل، وكما سيأتينا في بعض الأذكار في فضائلها وكذلك في ألفاظها، فإنك تحافظ على نفسك وتحافظ على يعني طاعتك، ويأتيك المدد من الله سبحانه وتعالى والإعانة من الله عز وجل. والصحيح والحق أن الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى، الموفق من وفقه الله عز وجل. فأنت عندما تذكر الله عز وجل وتحافظ على هذه الأذكار فاعلم أن الله عز وجل أعانك على ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى أراد بك خيرا. أما من يغفل عن هذه الأذكار، وكما قلنا في أول الحلقة أن الغفلة أصبحت منتشرة في كثير من الناس، فيغفلون عن بعض الفرائض، فما ظنك ببعض الفضائل في هذا الزمان الذي نأسف ونقول وبكل مرارة، كان السلف الصالح ينكر بعضهم على بعض في النوافل، في النوافل. أما نحن اليوم فأصبحنا والعياذ بالله يعني نحض الناس ونطالب الناس أن يحافظوا على الفرائض، وهذا لا شك أنه من الغفلة التي نسأل الله عز وجل أن يحفظنا والمستمعين الأكارم من هذه الصفة الذميمة التي ذمها الله سبحانه وتعالى، وهي من صفات أهل النفاق. فمن لم يستطع أن يذكر الله عز وجل بعد الفجر إلى الشروق كأن نام مثلا، أو عرض له عارض، أو مثلا كان مريضا وما استطاع أن يذكر الله عز وجل إلا بعد الشروق، فلا بأس أن يذكرها ولكن يحافظ عليها. ومن لم يستطع بعد العصر إلى غروب الشمس فلا بأس أن يحافظ على هذه الأذكار بعد غروب الشمس. وحقيقة أقولها، لو أننا حافظنا على هذه الأذكار كم من الدقائق ستأخذ منا؟ بالله كم من الدقائق؟ لو قلتها بروية وتمهل لا تأخذ منك ربع الساعة، ثلث ساعة، يعني 20 دقيقة، 20 دقيقة لا تأخذ منك هذه الأذكار لو قلتها بروية. يا أخي خليها نصف ساعة، نصف ساعة في يومك، في صباحك نصف ساعة وفي مسائك نصف ساعة، ساعة واحدة يا أخي اجعل هذه الساعة لله. كم من الساعات تجعلها حدودا لنفسك لشهواتك وملذاتك، أفلا تجعل هذه الساعة لله؟ بل هي في حقيقة الأمر لنفسك، لأنك إن ذكرت الله عز وجل جاءك من الفضائل والثمرات التي ذكرناها آنفا. فاحرص أيها المسلم على مثل هذه الأذكار آناء الليل وأطراف النهار،
ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الشاكرين الذين تلهج ألسنتنا بذكر الله سبحانه وتعالى. نعم نعم، بارك الله فيكم شيخنا. أحيانا الإشكال يكون يا شيخ أن هذه الأذكار تقرأ وربما تسرد، ولكن أحيانا يعني المرء لا يفهم أو لا يفقه معانيها، فيكون حتى الأثر القلبي من هذا الذكر اللساني يعني ضعيف. فيعني لو بدأنا في سرد بعض الأوراد اليومية التي يحتاجها المسلم في حياته، وأعطيتنا شرحا ولو موجزا على هذه الأذكار شيخنا، بداية بأذكار الصباح والمساء. جاء في الصحيح مسلم من أذكار الصباح قوله صلى الله عليه وسلم: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. لو أعطيتنا سلمكم الله شرحا لهذا الذكر، وما الحكمة من كونه يذكر في الصباح وأيضا بلفظه مع تغيير بعض الألفاظ في أذكار المساء؟ قبل أن أتكلم حول هذا الذكر المبارك حقيقة العظيم النافع، ذكرت شيئا استوقفني وأحببت أن أتكلم عنه ولو في دقائق معدودات. حقيقة عندما قلت أن بعض الناس ربما يذكرون هذا الذكر لكنهم لا يستشعرون هذا الذكر بقلوبهم، فلا شك أن الذي نعاني منه اليوم هو أننا أصبحنا نحرص معاشر المسلمين إلا من رحم الله عز وجل، نحرص على أن نغذي أبداننا بالطعام والشراب بالملذات، نحرص على صحة أبداننا في ظاهرها، لكننا حقيقة نقصر جدا في أن نغذي قلوبنا. ولا شك أنك بقلبك لا ببدنك، أنت بقلبك وفؤادك لا ببدنك. لماذا يا عبد الله؟ لأنه جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، لا ينظر الله إلى جسمك ولا إلى صورتك، طويلا قصيرا أبيضا أسمرا جميلا قبيحا، لا، لكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فيحرص المسلم على قلبه أن يغذيه. لهذا ربنا جل وعلا لو قرأت بعض الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها القلوب، مثل قوله جل وعلا: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لماذا قال قلوبهم ولم يقل أبدانهم؟ لأن صلاح الأبدان بصلاح القلوب، فإذا صلح القلب صلحت الأعضاء: سمعك، بصرك، يداك، رجلاك، لسانك، كل هذه الأعضاء يعني تسير خلف هذا القلب. لهذا يقول ربنا جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن. انظروا، هذا هو التدبر، كمثل هذه الأحاديث: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لماذا؟ لأنك إن تدبرت الكلام الله عز وجل أصبح قلبك منشرحا. كذلك هذه الأحاديث الأذكار اليومية إن تأملت معانيها ووقفت عند ألفاظها أصبح قلبك مستنيرا، مستضيئا، مطمئنا، هادئا، واثقا بالله سبحانه وتعالى. لهذا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة، احرصوا على قلوبكم، على هذه المضغة، على هذه المضغة التي ربما غفل عنها كثير من الناس، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم شيخ مهدي، شيخ مهدي سلمكم الله. قبل أن نستأنف شيخنا إذا سمحت لي شرح الحديث، نتوقف مع هذه اللوحة الدعوية الثالثة والأخيرة ثم نكمل
شرح هذا الذكر بعده. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. حياكم الله مشاهدينا الكرام في الجزء الثالث والأخير من هذا اللقاء الذي نستضيف فيه صاحب الفضيلة الشيخ مهدي الزياني. شيخنا، توقفنا عند شرح حديث أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله إلى آخر الحديث الذي سردناه قبل اللوحة الدعوية الأخيرة. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان النبي الله إذا أصبح قال: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الحديث لو وقفنا إلى معانيه الإجمالية، أصبحنا وأصبح الملك لله، أي أصبحنا وداخل فيه الملك كائن لله سبحانه وتعالى، وهذا بيان لحال القائل. فأنت يا عبد الله عندما تقول أصبحنا وأصبح الملك لله، أي اعترافا وإقرارا بأن الملك لله سبحانه وتعالى، والحمد لله لا لغيره. الحمد لله، تحمد الله عز وجل أنك أصبحت عبدا معترفا مقرا بربك سبحانه وتعالى. فالنجاة أو فالالتجاء يكون إلى الله سبحانه وتعالى وحده، فتلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى وتستعين به سبحانه وتعالى. فهذا الحديث أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، الحمد لله على كل ما أعطيتني، أحمدك ربي على ما منحتني من الخير والنعم والصحة والعطاء. فتحمد الله سبحانه وتعالى، يبتدئ صباحك بالثناء والحمد لله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه الكلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد التي من أجلها أرسلت الرسل، ومن أجلها أنزلت الكتب، ومن أجلها خلقت الجنة والنار، ومن أجلها فرض الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، أو لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. فكل الآلهة التي تعبد من دون الله هي باطلة. فكأنك تقول لا إله إلا أنت سبحانك، إفراد العبودية لله عز وجل، تفرد جميع العبادة التي تستهلها في صباحك لله عز وجل. لا إله إلا الله نفي وإثبات، لا إله نفي لكل الآلهة، إلا الله إثبات لله عز وجل. ولهذا جاء التأكيد بعد ذلك وحده، هو تأكيد لألوهية الله عز وجل. لا شريك له تأكيد للنفي الذي نفيته في الكلمة السابقة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فلما أن أقررت لله عز وجل بالوحدانية اتبع ذلك الإقرار بالملك والحمد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. فكأنك تقول ربي إلهي خالقي لا يستحق
العبادة إلا أنت، ولا أعبد إلا أنت، ولا أفرد عبادتي إلا لك. نعم. أيا كانت تلك العبادة. نعم شيخ. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فالملك كله لله، وبيده سبحانه ملكوت كل شيء سبحانه، ما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. نعم. فعندما تأتي بهذا الذكر ثم بعد ذلك يأتي الشيء الذي تريده من الله عز وجل. نعم. قولك ربي أعوذ بك من الكسل، ربي أعوذ بك، أنت الآن تلتجئ إلى الله عز وجل، إلى ربك سبحانه، ربي أعوذ بك من الكسل. والاستعاذة ها هنا هي الالتجاء إلى الله عز وجل. نعم. كأنك تلجأ إلى الله عز وجل فتقول ربي أعوذ بك من الكسل، أيا كان ذلك الكسل، أعوذ بك من الكسل. والكسل هو انبعاث النفس إلى الخير مع ظهور القدرة عليه. وبعد ذلك تقول ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. نعم. ولا شك أن هذه أو أن هذا مراد كل مسلم ومسلمة، أن يدخله الله الجنة وأن يبعده عن النار. فأنت تسأل الله عز وجل أن يعيذك من عذاب القبر. نعم. ويعيذك من عذاب النار. لا يقدر أحد كائنا من كان أن يعيدك من هذه إلا ربك جل وعلا. ولهذا كل مسلم يسأل الله عز وجل ذلك. نعم. في كل صباح. نعم. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب وعذاب في القبر. نعم. جزاك الله خير شيخنا الكريم، وبارك الله فيكم وفي علمكم. الحقيقة لازالت المحاور وبقية الأذكار يعني لم تكتمل، ولعلنا يعني نحاول أن نلجئها في لقاء قادم إن شاء الله. وبهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا لآخر مرافق هذه الحلقة. في ختامها لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل من بعد شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ المهدي الزياني على ما أجاد وأفاد وقدم، والشكر أيضا موصول لكم على حسن المتابعة. حتى نلتقي في حصة الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة.